السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الدرس اللي بدأناه في الأول، وهو تحديث البايوس لجهاز HB7800. احنا اتكلمنا في الفيديو الأولاني ازاي ننزل ملف البايوس، وازاي ولما فكينا الملف لقينا فيه ملفين، ملف تحديث عن طريق الويندوز وملف تحديث عن طريق الدوس. هناخد الملفات اللي في الفولدر اللي مكتوب عليه الدوس وهننقلها على الفلاشة، وبعد كده نعمل ريستارت للجهاز وهنشوف مع بعض، هنعمل استكمال للجهاز اللي معايا دوت. ده تجربة قبل كده انا حدثت له البايوس بتاعه، ده جهاز من نوع HB7800، كانت مشكلته انه ما بيقبلش ينزل ويندوز 7 او اي ويندوز عن طريق الفلاشة، كان بينزل ويندوز عن طريق الاسطوانة بس. لما بحثت على النت لقيت ان المشكله في تحديث البايوس للجهاز، فجبت الملف وحدثته. بعد ما حدثته قبل ينزل ويندوز 7 معايا عادي جدا، وقبل ينزل اي ويندوز، ما كانش فيه اي مشكله خالص. اول حاجه هننشغل الجهاز مع بعض كده، وهندوس على زرار الاف 10 من الكيبورد عشان نخش على السيتاب بتاع الجهاز. اول ما الجهاز يفتح معايا كده هدوس على اف 10. معروف ان اتش بي نظام البايوس بتاع اللي بتدوس البايوس بتاعها اف 10. هندوس عليها كده وندوس على انجليش، هيجيب لي المعلومات عن الجهاز. انا اللي يهمني فيه الفلاش سيستم روم. الفلاش سيستم روم ده المسؤول عن تحديث البايوس. هدخل عليها كده وادوس انتر، هيقول لي ملف البايوس موجود في السيدروم ولا في اليو اس بي. انا طبعا ناسخه على اليو اس بي، فهنزل وادوس انتر. هيقول لي للموافقه او للاستمرار دوس اف 10 اكسبت او اسك كانسل. كانسل الامر، هدوس اف 10 زي ما احنا شايفين كده، هدوس اف 10. جاب لي الملف اللي انت نسخته على الفلاشه، بيقول لي للاستمرار في التحديث دوس اف 10، الاستمرار والاستكمال دوس اف 10. هدوس اف 10. جاب لي هنا بقى ايه؟ قال لي ان الملف القديم الملف الجديد رقمه كذا، فيرجن 1.35. الملف القديم هيبقى كاتب رقمه هنا، بس طبعا عشان انا حدثته قبل كده فجايب الملفين متطابقين، لكن هو لو انت بتحدث بيجيب لك ملف قيمه اقل من القيمه دي، وبيجيب لك هنا القيمه الايه الاحدث. للاستمرار بتدوس اف 10 او اسك نو لو انت مش هتكمل تحديث. انا طبعا عشان حدثته قبل كده مش هكمل، لكن لو انت عايز تحدث بتدوس اف 10 بيبدا يعد حوالي 30 ثانيه ويبدا ايه يعمل استكمال ويديك رساله انه تم ايه تحديث البايوس تحديث البايوس بنجاح. انت هنا طبعا بعد ما تدوس على تحديث البايوس وانتر هتدوس على اختيار ابلاي ديفولت اند اكزيت، يعني تعمل الاعدادات الافتراضيه للكيسه. بس ناخد بالنا من حاجه، ودي اهم خطوه، لو انت مش متخصص او مش محترف بلاش تاخد الخطوه دي، لان ديت لو انفصل التيار الكهربائي عن الكيسه ممكن الكيسه ما تشتغلش. ملف البايوس دوت لو الكهرباء فصلت عنه ممكن الكيسه ما تشتغلش. يعني افضل تكون مركب منظم تيار، او يكون الموضوع ده في لاب، عشان لو او الكهرباء عندك مش مظبوطه ما تعملش الموضوع بتاع تحديث البايوس ده. لو الكهرباء عندك بتفصل كل شويه، لان لو فصلت اثناء التحديث الجهاز مش هيفتح. بس ده كان شرح بسيط للطريقة التانية لتحديث البايوس من الدوس لجهاز HB7800. وبعد ما حدثناه بنلاقي انا بدوس سكيب اهو، بخش على سيستم انفورميشن. بعد ما حدثناه بيكتب بقى رقم البايوس الجديد، سيستم بايوس الجديد الفيرجن بتاعه 1.35، وده موديل اللي هو بتاعه، وده موديل الكيسه HB7800 سمول فروم فاكتور. أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناة. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.